إن ممارسة الرياضة تساعد على تحسين صحة الجسم، لهذا ينصح الأطباء بممارسة الرياضة والتمرين المنتظم لكونه مفيد في إنقاص الوزن وتعزيز الصحة العامة. لكن الكثير من الناس يبالغون في ذلك على أمل تحقيق أهدافهم بسرعة. نشر موقع The Health Site تقريراً صحياً أفاد بأنه يجب أن تكون هناك فترات راحة بين التدريبات من أجل صحة بدنية ولياقة جيدة، وللسماح للعضلات بالتعافي من الإجهاد الذي تعرضت له أثناء فترات التمرين. يجب أن تكون الراحة والتعافي جزءاً من برنامج تدريب الخاص بك، وتجنب ممارسة الرياضة يومياً. وينصح الأطباء بهذا الأمر لمساعدة الجسم على التكيف والتعافي من التدريبات السابقة. ووفقاً للخبراء، يستغرق الجسم 24 ساعة على الأقل ليعوض مخزون الطاقة الذي يتم إنتاجها من الكربوهيدرات في الجسم، وهو أمر مهم للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم. أيام الراحة أيضاً مهمة للوقاية من متلازمة الإفراط في التدريب أو الإرهاق، والذي يحدث عندما يجهد الشخص جسمه في التدريب دون أخذ فترات راحة، والذي ينتج عنه انخفاض في الأداء وعدم قدرة الجسم على أداء المزيد من التمرين. لذا ينصح بعدم إجهاد الجسم بممارسة التمارين، وأخذ دوماً فترات راحة بين التمارين للحصول على نتائج مرضية وبدون آثار جانبية. والجدير بالذكر أيضاً أنه عند القيام بالتمارين ذاتها يومياً، فإن الجسم سيعتاد عليها وسوف تصبح أكثر سهولة بالنسبة له، ولن يكون هناك تحدي للجسم لبناء عضلات أقوى وأكبر، وذلك لأن الجهاز العصبي والعضلات والوظائف الفسيولوجية الأخرى ستكون قد تكيفت مع التمارين وشدتها، وبسبب ذلك فإن لياقة الجسم ستقل. ولتجنب حدود ذلك يجب المواظبة على القيام بجميع أنواع الرياضة بأوقات مختلفة وفي أيام مختلفة ومتباعدة.